في صوت كده جنبي. الأخبار عاملين إيه؟ ألف سلامة على أحمد بقى، ما ملحقتش أقول ألف سلامة عليه. إيه أخباركم عاملين إيه؟ كده كويس. هو في اكيد زنة، انا عارف ان المايك عندي فيه مشكلة كده احسن. الزنة بقى معلش، عندي مشكلة كده في الشاحن، كل ما اركب الشاحن في الجهاز يدي زنة كده في المايك، اكيد انتوا سامعينها طبعا بضايقكم، معلش بس مش لاقي لها حل خالص. البطارية عندي لم تصمد، انا لسه جايب واحد يوم السبت عشان خاطر الكرسي بالذات، جايبه نوع يعني محترم، يعني الشكل ده في بوصل البطارية بيشتغل كويس من غير الزنة دي، لما بوصل الشاحن بيدي الزنة الصعبة دي، معلش بقى استحملوها لحد ما نشوف حل في الشاحن ده. طيب معلش بقى على التأخير في الرد على الأسئلة، بس هي فرصة نقعد نحلها دلوقتي. أحمد أبو شهيد، فين أحمد أبو شهيد؟ في ناس داخلة بأسامي وهمية، الناس دي جديدة ولا إيه؟ انتوا قاعدين ولا مش قاعدين؟ طب مين يبدأ الدور عشان نبقى عارفين بس؟ في اتنين مش واخدين نيم يعني. طيب نكمل مش مشكلة، وبقى أعرفوا نفسهم بعد كده. المهم أحمد أبو شاهين، السؤال ده كان واقف معاك تمام، يقول لي مين في دولة اي اس كيو ال بلس كومن، يعني مين في دولة مش من لغة الاس كيو ال. احنا اتفقنا ان احنا عندنا تقسيمة في اوامر خاصة بالاس كيو ال كلغة ستاندرد في كل قواعد البيانات، يعني لو اشتغلت هتكتب سيلكت زي ما بتكتبها عندنا، رينيم انسيرت ابديت، كل الكلام ده ثابت في قواعد البيانات. الريليشنال شيب بتاخده من لغة الاس كيو ال زي اس كيو ال سيرفر ماي سيكوال، الكلام ده كله هتلاقي نفس الكلام ده ستاندرد معاك. وفي حاجة تانية خاصة بينا احنا كناس بنستخدم برنامج اسمه اي اس كيو ال بلس، او ناس بتستخدم ال اس كيو ال بلس الخاص بالايه بالاوراكل. من الحاجات ايه هي فكرني كده، الانسرت، الانسرت دي تبع ايه، الابديت ولا سيلكت ولا ديسكرايب ولا ديليت ولا رينيم؟ ايوه الخاص بالبيئه اللي احنا شغالين فيها، يعني لو رحت مثلا اشتغلت على داتابيس تانية بيقول لي مين في دولة اي اس كيو ال كومن. هو مديني حتى الإجابة اهو، دي اللي هي الكرايب، دي مش خاصة باللغة خالص، الديسكرايب دي خاصة بالبيئة اللي احنا شغالين فيها هي ال SQL Plus. ده معنى السؤال تمام كده؟ أيوة بص، ما أنا بفهمك حاجة، في فرق ما بين أوامر ال SQL اللي هي اللغة الستاندرد اللي الدنيا كلها شغالة بيها في كل قواعد البيانات زي ما بعت لك كلامي تاني، في فرق بين أوامر خاصة بيا أنا كواحد بستخدم قاعدة بيانات أوراكل
وعندي المندوب بتاعي مسميينه اس كيو ال بلس. سيبك من كلمه اس كيو ال بلس، اس كيو ال بلس دي اختراع. زي ما انا مثلا عامل حاجه بكتب فيها اكواد ماي سيكوال اسمها اي حاجه، دي بيئه خاصه بيا انا، يعني الاكواد دي خاصه بمستخدم الاي اس كيو ال بلس او الاس كيو ال بلس بس. تنفع معاك بقى في التود، تنفع معاك في الـ developer، تنفع معاك في الحاجات دي، لكنها مش تبع الستاندرد اللي هو اللغه بتاعتنا الـ SQL اللي هي الستاندرد اللي بشتغل بيها في اي قاعده بيانات تانية. يعني تروح في اي قاعده بيانات تانية تعمل ديليت، يدلت معاك رينيم، يعمل معاك رينيم. الله ينور عليك، الـ SQL language. تمام كده يا ابو حميد؟ الحل اللي عندي هو مين؟ هو describe زي ما هو شارح او هو حلل صح. ونلاقي الكلام ده فين بقى؟ في الدرس الاولاني، اول درس والمقدمة. اللي عايز بقى يرجع للكلام ده، الناس بقى اللي ايه بتحضر وبتذاكر تعرف ان الكلام ده في الدرس الاولاني او في الهند أو في المقدمات اللي بصينا عليها بصة سريعة في أول مرة دي، فاكرين؟ طيب نروح لسؤال ناهد. الأسئلة النظري طبعا دي بتبقى مربكة مفيش كلام. صح كده ناهد معانا؟ الله ينور عليك. يعني دي حاجة يعني ملهاش علاقة غير بالـ ISQL بلس وبس. طيب طبعا معاك حق يا ماهد، الأسئلة النظري بتبقى مربكة شوية. هو عايزني أختار حاجة بيوضحه يعني لهم علاقة بالسب كويري، فبيقول لي السب كويري يجب أن ريتريف أونلي وان رو. طبعا نقول له لا، احنا عندنا في سب كويري بيرجع برو واحد بس، وسب كويري بيبقى أكثر من رو. طيب sub query can retrieve zero or more row، ده نقول له كلامك صح. sub query can be used only in SQL query statement، لا ممكن استخدمه في حاجات تانية، ممكن قدام في ال BL استخدمه. تمام. sub query cannot be nested by more than two levels. طيب احنا عندنا ال sub ناهد اتفضلي. لا لا، مش قصده بيها سيلكت، قصده في حالة ال SQL في من خلال الكويريز بس، استعلاماته بس. لا لا، مش قصده سيلكت، هو قصده استعملها في الاستعلامات وبس. انا ممكن بعد كده استعملها في اي احتياج ليها، احتاجها بعدين في برنامج، في فانكشن ممكن استعمل ال sub query. طبعا احنا قدام مش هنحتاج له قوي، هيبقى عندنا حاجات احسن منه، بس يعني الاجابة دي مش صح. فيو اهو، فيو ده تبع ايه؟ دي ام ال، سوري الدي تي ال. تمام. فهو بس مش في الكويري وبس، ده ممكن اكريت بيه فيو، ممكن اعمل بيه شغل كتير جدا. طيب السب كويري كانوت بي نستد، اهو احنا نعرفه اللي هو الليفل الاولاني، الليفل تاني ما ينفعش نعمل كمان ليفلين تانيين، ممكن نزود ليفل بس يبقى نستد. لا، كان سب كويري كانوت بي يوزد ان ان SQL كويري ستيتمنت ذات يوز جروب فانكشن. لا طبعا ينفع استخدمه مع الجروب فانكشن، واحنا عارفين طبعا كانوت بالنسبة لي غلط. وهنا طب معلش، هو هنا كانوت طبعا دي غلط، وينفع استخدمه اعمل ثلاثة كويري في سب واحد نستد.
الأخرانية when a subquery is used within inequality اللي هي inequality اللي هي لا يساوي. خلاص، في حالة إن أنا بستخدم لا يساوي الأوبريتور in the outer في الخارجي في ال SQL الأولاني في الاستعلام الأولاني الخارجي السلكتية الأولانية the column list in the select clause contain only one column. طبعا احنا عندنا لو عملنا مثلا كده بسرعة لاست مثلا فروم ام الصوت كده مفيش. الو مع بعض كده في السؤال بتاع السب كويري هعمل سب كده select last name مثلا from where in the last where in مثلا in the ID أقول له مثلا لا يساوي سوري لا يوسف سيلكت اي دي فروم وهكذا بعمل سب كويري. طيب المفروض ان بعد السيلكت طالما انا عندي اوبريتور زي دوت لا يساوي بعد السيلكت هستعلم عن كام كولم؟ فطبيعي هستعلم عن كولم ايه؟ واحد بس. هو بيقول لي هل في جملة السيلكت الثانية of the subquery should contain only one column؟ هقول له اه لازم تحتوي على كولم واحد. وانا بقول له لو سمحت هاتهولي في حالة انه لا يساوي كذا كذا مثلا. فهنا طبعا مش هجيب له غير حاجة واحدة بس، انه لا يساوي حاجة واحدة بس. تمام كده معايا؟ نهت انت كده تمام؟ السؤال اتفهم والباقي؟ اه ما هو قصده هو بيحتوي جملة السلكت على كام كولم؟ فاهم طبعا هتبقى واحدة ودي طبعا يعني ايه؟ هي ده شغل النظري بيبقى لخبطة يعني. مثلا اه لا يساوي كذا حاجة معينة. طيب which is an ISP plus column ما احنا حللناها مش عارف شكلها اتلخبط كده. اه describe هي اللي صح. كمل دي حاجة كبيرة اه كمل. طب كده كده الصوت كويس. طب ثواني كده اعلي الصوت بس استحملوا الزنة بقى معلش انا مطيع عشان الزنة تبقى ايه هادية شوية. كده احسن بس الزنة هتزيد بقى معلش. طيب بس افهم بالنسبة للسؤال ده بيقول لي ايه الزمن لدرجة ايه كده يا جماعة؟ يعني حد اديني تقريبا بريفكس يعني يعتبر معناه صار 25% بيزا ماشي ربنا يسهل ونشوف الحل نصلحه.
يعني بريفكس بيبقى اختصار بس قدام. طب ايه كده الصوت كويس؟ بريفكس يعني اختصار بس من قدام، زي ايه كده مثلا؟ يعني بص لو انت فاهم السؤال كويس، يعني هو السؤال متهيألي انتوا بالنسبة لكم يبقى سهل يعني اساسا. يعني هنا مثلا فين شكل انا بحط ليه اسم ماري في الاول؟ عشان اصلا الفيو دوت بتاع ماري فات اسمها في الاول، صح كده؟ كده تمام. فبيقول لي انا بستعمل السينونيم ده كبريفيكس بحطه قبل اسم الكولم وانا بعمل مثلا استعلام، فعايز اعمل استعلام خلاص بحط اسم الجدول او اي حاجه كان اقوله وبعدين بحط اسم الكولم. يعني انا ممكن اجي اعمل استعلام واقول له ازاي كده مثلا، اقول له سيلكت زي ما كنا بنعملها في الجوين فاكرين، لويس دوت مثلا فيرست نيم، فاكرين الحكايه دي؟ بريفيكس يعني اختصار بس بيبقى قافل قدام. يعني عندك في الإنجليزي في كلمة اي ام، لو حد بقى عارف في الإنجليزي الحكاية دي كان واحد شرحها لنا قبل كده ربنا يكرمه، اي ام خلاص اه زي كواليفاير عندنا بالظبط، وي اكس اي ام تحط بعديها بورت يبقى امبورت، تحط هنا بعديها بورت تبقى اكس بورت، يبقى ده التصدير وده استيراد مثلا. تحط مش عارف بعديها كلمة ايه تبقى مثلا ليها معنى تاني، تحط دي بعدها كلمة ايه يبقى ليها معنى تاني، فده بيسموه تالي بريفيكس. لو حد معايا يعني في الموضوع ده خلاص، فانا هستخدم السينونيم كايه كحاجة تسهل عليا ان انا اختار الكولمز دي. اعمل سينونيم وبيقول لي ماري هاز فيو، عندها فيو اسمه كذا كذا that was created based on كذا وكذا وكذا، شي granted select. طبعا احنا ما خدناش الجرانت والكلام ده كله تالي مش عليك طبعا في المنهج زي ما انتم شايفين. حد جاله سؤال على جرانت او على البريفليج عامة؟ خلاص grant to سكوت تدي صلاحية لسكوت ان هو يشوف الفيو ده خلاص. فسكوت بيقول ينفع سكوت يعمل سينونيم للموضوع ده؟ طب لما يجي يعمل السيبو ازاي؟ طبعا مش هيكتبه برايفت ولا هيكتبه لوكال، خلاص يبقى ده كده مش معانا وده مش معانا. مثلا زي ده كريت سينونيم اداله اسم ماشي، وكتب اسم الشخص اللي بياخد ال راح يبقى بابليك بقى خلاص، وكتب اسم الشخص اللي بياخد الفيو بتاعه خلاص، ودي اسم الفيو ماشي. طيب create synonym كذا كذا هون ميري، طبعا ما عندناش الأقواس دي مش عندنا ده كده ايه غلط. سكوت كانت create any synonym؟ لا طبعا يقدر يcreate synonym، فاللي عندنا صح هو مين؟ فرق السينما بالطريقة دي. ممكن تجربها كده وتشوف هتعمل معاك. فاضل لنا كده سؤال، آيات بتقول سؤال نظري عن الاندكس يبقى ناجح معمل. طبعا احنا متفقين خلاص مش شرط يكون نوت نال، اتفقنا على كده صح؟ فسرناها كويس وقعدنا نشرح فيها كتير. كولم ار يوزد ان فور فروم، طبعا فروم يعني مش كلام. index column are part of an expression، اللي تنفع معايا ال index column contains wide range of value. احنا اتفقنا احنا بنعمل ال index من خصائص ال index انه يكون على حقل، بستخدمه كتير في البحث، في range of value كتير، في null كتير، في حاجات من بقى ايات. تاني سألت السؤال ده ايات فاهمة كده؟
ايه مش معانا. طيب تمام، يعني يا ريت بقى ايه تكون فهمت السؤال لو في حد بيسجل ولا حاجة، بس النهاردة مش محتاجة تسجيل يعني. هو احنا المفروض الجمعة بقى نبدأ في حاجة يعني طيب اللي يريح. طيب عايزين نبدأ الجمعة كده في حاجة مهمة كلنا مع بعض، يبقى حتى ناخد فيها 3 حصص على ما زمايلنا يخلصوا امتحانات، هيبقى آخرهم طبعا يوم متهيألي 24، آخر يوم في الامتحانات صح؟ مفيش كلام بعد كده في الامتحانات. يعني احنا كده ماشيين صح لحد يوم 24؟ بصراحة يعني فترة طويلة جدا، متهيألي عدينا الشهر صح؟ آخر محاضرة كانت يوم كام؟ يعني آخر محاضرة 25 دي كانت يوم كام؟ هي كانت آخر درس في السكول، لو حد فاكر يبقى يقول. طيب أنتوا محتاجين مني حاجة النهاردة؟ أنا عايز أسيبكم لو عايزين تذاكروا تحلوا في الواجب شوية. اشتغلوا في شغل الهيروز الكلام ده كله، كمان العدد قليل معرفش ايه السبب. يعني هديكم كده ماتيريال تحاولوا بقى تشتغلوا فيها كده مذاكرة لحد يوم الجمعة إن شاء الله نبدأ فيها. يعني هي دي يا جماعة حاجة اسمها، يعني احنا قربنا نخش على البي ال، يعني ده تمهيد كده في ماتيريال بتعملها اوراكل زي ما قلت كده، بتبقى يومين مثلا ادمنستريشن، يومين ديفلوبمنت، يومين مثلا جي ديفلوبر، يومين كذا. في ماتيريال حلوة حوالي 200 صفحة، ممكن نخلصها سوا مع بعض في ال3 مرات دول لو شدني حنا شوية. يا ريت بقى انتوا تكون عليكم واجب ان انتوا تقروها، يعني اقرا مثلا اول 50 صفحة حتى تخلصهم يوم الجمعة ان شاء الله. تمام، ارفع عنكم حالا واحنا بنتكلم اهو. طب اللي عنده بقى اي حاجة ممكن يكلمني فيها على ما نرفعها. تاني احنا هرفع لكم دلوقتي ماتيريال، الماتيريال دي هنخلصها بإذن الله بإذن الله الجمعة الجاية والتلات الجاي والجمعة الجاية على 3 مرات، هي حوالي 200 صفحة، فيها شغل بي ال وفيها شغل اسمه ال SQL Developer. فيا ريت المرة الجاية يكون كل الناس منزلة ال SQL Developer، اللي منزل طبعا Database 11G، يا ريت يعني الناس تكون بدأت تنزل فيها Fundamental 2. أنا مش عايز أشتغلها دلوقتي والله يا محمد، عشان برضو ما يبقاش الناس الغايبة، لأن فيها حاجات مهمة نخليها في الأيام بتاعة المشروع. هيبقى عندنا يوم مخصص للمشروع زي ما اتفقنا، اليوم المخصص للمشروع ده هناخد فيه، لا والله مش هي، هناخد فيه فاندامنتال 2 بتاعة ال SQL، هناخد طبعا منها درسين ثلاثة كده اللي هنحتاجهم بقى، الجرانت ازاي اعمل جرانت، ازاي اعمل انسيرت الكذا كولم في نفس الوقت، حاجات زي كده. ماشي يا شباب؟ انا عارف طبعا الناس قاعدة متضايقة عشان احنا ما بنشرحش حاجة، انا حاسس ان الوقت طبعا بيضيع عليا وعليكم،
بس والله يعني احنا ايه، مش عايزين نزعل الناس مننا بتاعت اللي بيذاكروا. خلاص، وانتوا برضو مش عايز اضيع وقتكم اكتر من كده، كفايه ساعه خلينا ضيعنا فيها وقت كتير. فايه، ارفع لكم بس الملف ده وخدوا اللينك بتاعه وهنبدا نذاكره، بحيث يبقى خلصنا حاجه في الفتره دي بدل ما تبقى ضايعه على الفاضي كده. طبعا اللي انا هرفعه ده موجود على موقع اوراكل، يعني مش هتغلبه تجيبه لو قصده. صوت بيترفع اهو. يا ريت يا جماعة تسمعوا حاجة تانية، يعني قلت لكم حاولوا تشوفوا كده الماتيريال تكون فيديوهات انجليش، ابدأوا اسمعوها، شوفوا سي بي تي ناجتس، شوفوا اي موقع منزل شروحات انجليش، حاولوا بقى تطوروا نفسكم شوية، تعدوا المرحلة اللي احنا بنتكلم فيها دي بقى بتاعت عربي ومحاضرات ومتسجلة والجو ده، تبدأوا انتوا بقى ايه تطلعوا درجة كده وتروحوا ايه داخلين بقى في محاضرات انجليش بقى ناس اجانب بجد عارفين يعني الدقيقة بيستغلوها صح، يعني لان احنا ايه بناخد المحاضرة يبقى فيها ساعتين، ساعتين رغي و10 دقايق معلومات بجد، هتلاقوا بقى محاضرة يعني تبقى مثلا يا دوبك في الساعة دي تحس ان انت مش ملاحق تكتب وراك. عايزكم بقى تبدأوا تجتهدوا كده، معلش نبطئوا ونعيدوا. وفي طبعا خاصية وريتها لكم قبل كده في اليوتيوب، ان انت من جوه تقرا، يعني يعمل لك زي ترجمة كده تحت للكلام بنفس اللغة، يعني انجلش يبقى انجلش، فدي هتريحكم شوية. وفي شركة اسمها ترين سيجنال، الشركة دي كانت بتعمل الشرح خلاص، يعني بيطلع لك تابة، ماشي يا شريف؟ التابة دي ازاي دي؟ طب اوريها لكم بسرعة كده اعمل شير. بيبقى فيها تابة زي اقول لك كده اللي اتقال في المحاضرة بتاعت اليوتيوب. حاضر، بص هو في اليوتيوب كده لو فتحته دلوقتي معايا واحنا بنتكلم، افتحوا كده اي فيديو انجليش وشوفوا هتطلع معاكم ولا لا، حاجه كده جنبها يبقى عليها علامه ترانزليشن حاجه زي كده. اكتبوا ورك كده، بس ده كده اللينك بتاع البي دي اف كده هنزلوه دلوقتي واحنا بنتكلم، ومش هيعمل عندكم مشاكل او تنزلوه بعد كده ونقعد نقرا فيه. مثلا نسيبنا من المقدمات، يعني مش عايزين كل قرايتنا ما هو انجلش يا جماعه، شويه من المقدمه كده لكم، نبدا من اول صفحه فين قرايه بجد. School Fundamentals 1. My name is Tim Werner, and I'm happy and grateful. يعني يمكن من صفحة 16 يبدأ يتكلم جد، يعني من صفحة 15 هيبدأ يكلمك عن ال SQL Developer وإزاي تفتحه وإزاي تجيبه من عندك. خلاص يبدأ يعلمك إزاي تشتغل عليه. طبعا إحنا اتعلمنا الحاجات دي كده على السريع، شفنا إزاي نعمل كونكت بيه، فحاولوا كده تقروا ما تخشوش لأن هتلاقي فيه لينكات كتيرة جواه. لا الترجمة مش عربي يا شريف، ها الترجمة مش عربي، الترجمة هتبقى إنجلش، يعني مش ترجمة، هي هتبقى قراية يعني كتابة للكلام اللي بيتقال، بحيث ان انت لو مش ملاحقهم تلحق تكتب وراهم وتترجم انت بقى مع نفسك.
هتلاقيه رمز اسمه كابشنز قبل علامة قبل علامة الترس على طول. To be your instructor. Our agenda for this هعمل introductory لكم شير night كده is as وراكم follows. بسرعة. What is Oracle anyway? What The challenge was, one is the company was growing rapidly, so processes had and worldwide to come into one common process. Second is, because spread where بيترجم عندك للعربي؟ أبني صح. Brings you to this course, what do you hope to get out of this training? I'm going to do my best, without being face to face with you, in answering all those questions and more as we set the stage for our learning. I'm also going to teach you how or سامعني كده؟ عبد المهدي خد الأجازة وجاي متأخر ساعة. شعب. أعمل الشير تاني عشان البرنامج فصل أول ما مش عارف تقول خدت الأجازة وعملت فرح على الفيس. صح الناس بقى بتوع الدارين دلوقتي، انا لما بعمل ريفريش للصفحة بديني الموقع الدارين، ما بيفتحليش نفس السيشن اللي احنا فيها المحاضرة تاني. ايه تفسيركم للموضوع ده؟ تاني يا محمد، دلوقتي انا عملت ريفريش للصفحة اللي انا فيها، خلاص ريلود مثلا او اي حسب البرنامج اللي انت فيه، ما بيرجعنيش تاني للصفحة اللي أنا كنت فيها، بيرجعني الموقع الأكاديمية. يعني دلوقتي أنا فاتح الفايرفوكس أهو، لو عملت ريفريش الصفحة بيدخلني على موقع الأكاديمية على طول، ما بيدخلنيش بقى على الصفحة اللي أنا فيها دلوقتي. لازم أروح أعمل كوبي وبيست تاني لللينك كل مرة. مش عارف بقى لعبت عندي ولا عندكم. الله ينور يا عبد، برفعه. مشكلة هو كده الشير مش شغال. كده اشتغل؟ شير كده اشتغل يا شباب. ايوه اشتغل يعني. طيب طيب الشير اشتغل. دلوقتي كده شايفين الجزئية دي، ده التيرن كابشنز اون مثلا، وبعد كده بتقول له انجليش، هيبدأ يجيب لي زي ايه، بيقول الكلام اللي الشخص بيتكلم. طبعا ما بيطلعش بالظبط هو، خصوصا الاخ اللي بيتكلم هندي مش هيطلع نفس الكلام بالظبط. يعني ربنا ما يوريكم الكلام مع اليوتيوب، ربنا يكون في عون اليوتيوب. يعني بيترجم ازاي مش شركة بقت احتلال الهند، الهند احتلت من بدري. فتح كده يا جماعة، هي في ترانزليت اهي، مجربتهاش، صدق أول مرة أجرب الترانزليت، بس بيتا برضو. طيب عربي، طب والله طوروها يعني.
أكيد هيبقى الكلام بايظ. ايه كله شاف؟ كله شاف يا شباب؟ يعني تمام؟ طيب استاذ السكرين شير بقى، وانتوا ايه نشوفكم على خير، شدوا حيلكم معاكم الماتيريال على يوم الجمعة ان شاء الله تكونوا مخلصين، مثلا هتبدأوا في الصفحة رقم 15 مخلصين لحد 65. حلو كده، بدل ما نقعد النهاردة في محاضرة اقعدوا دلوقتي بقى اخلصوا من 15 ل 65 كده. ايه تصفح وطلعوا الحاجات اللي تفهموها، ترجموا اللي انتوا عايزينه، دبلجوا، اقعدوا قسموها على بعض، كل واحد ياخد له 5 صفح يترجمهم اللي انتوا عايزينه. معاكم اهو السيشن مفتوحة، ومعاكم ناس من الدعم بقى، عندكم شريف وناوي والناس موجودة، اتفقوا مع بعض هتقسموا الماتيريال ازاي. الماتيريال اللينك بتاعها فوق يا عبدو، تعالى بدري بعد كده. هو مع بعض كام واحد؟ الصفحة 65. حلو كده؟ عنده أي مشاكل؟ عنده أي اعتراض؟ الصوت كده اشتغل؟ الصوت اشتغل؟ معاكم لحد صفحة 65. عندنا من صفحة 15، عايز يقرأ من واحد يبقى كتر خيره، 15 إلى 65، تمام كده؟ نقراهم، عندكم 50 صفحة، لو انتوا 10 كل واحد خد 5 صفحات ترجمهم للتاني وجمعتهم يبقى حاجة كويسة، كل واحد قرأ 65 مع نفسه خير وبركة، مش هتفرق، المهم إن انتوا إيه؟ تفيدوا بعض، يعني ما تبقوش بس واحد بيقرأ وخلاص والتاني فاهم وده مش فاهم، اللي عايز يترجم يترجم، بس ما يترجمش ترجمة يعني إيه بتاعت جوجل دي، ارمي الكلام وترجمه كله، لأ. خد كلمة اللي انت مش فاهمها من وسط الكلام وترجمها، تمام؟ يلا بقى مش هطول اكتر من كده عشان تلحقوا تعملوا الواجب اللي معايا، يا ريت طبعا يكون الواجب التاني خلص برضه على الجمعة زي ما اتفقنا ان شاء الله. مش واجب ان انتوا تترجموا الماتيريال دي، الواجب ان انتوا تذاكروها او تقروها علشان المرة الجاية تبقى مستعدين ليها. اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام، انت عايز اي حاجة؟ ربنا يوفقك انت كمان يا عبد. وعليكم السلام ورحمة الله.